الوطني للشباب مواليد 2001. يا كابتن ربيع ازاي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن اسلام، ازاي حضرتك؟ ازاي صحتك؟ اهلا بيك، اولا منور دايما. الله يخليك، شرف لينا ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره، ده اولا. ثانيا يعني سعداء جدا 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 بالمجهود المبذول من حضرتك. انا لسه بقرا الاسماء على الناس، لعيبه من الاهلي ولعيبه من الزمالك كالعاده يعني، ولكن لعيبه من المصري ولعيبه من سموحه ولعيبه من الاولمبي ولعيبه من المنصوره ولعيبه من السكه الحديد ولعيبه من ام بي ولعيبه من انديه مختلفه، فانا بحييك على هذا الجهد يا كابتن ربيع الحقيقه. يا كابتن اسلام طبعا شرف لي اكون مع حضرتك وفي قناه النادي الاهلي. شرفنا يا كابتن. دي مسؤوليه كبيره جدا وامانه شديده جدا. ولما اكون مكلف بجيل يا كابتن اسلام، جيل لمصر مش فرقه لمصر، جيل. ايوه. ده جيل باكمله زي الجيل اللي قبله واللي قبله وكلنا متواصلين مع بعض. شرف لي ان اكون في خدمه وطني طبعا على اكمل ما اكون، بحاول اكون على حسن الظن، بحاول ان اوجد لعيبه ان شاء الله تتواصل مع الرجال اللي قبلها، بحاول ان اصدر لعيبه باذن الله لبره للفريق الاول. يعني فالموضوع كبير جدا لكن بجتهد وبشتغل، وبعدين عشان اعمل منتخب يا كابتن اسلام لازم اعمله من كل محافظات مصر، ما ينفعش من دوري الجمهوريه اللي فيه 340 لعيب بس. ايوه. رحت محافظات مصر كلها، وده الصح وده الحق وده العدل، عشان على الاقل واحد يبقى يعمل يعمل اللي عليه. ايوه. انا ونصيبي، لكن ما ينفعش اعمل هنا من القاهره والجيزه بس، لا، كل واحد مواليد 2001 او 2002 لا هو حق ان انا اشوفه حتى لو فين. بحيثك اللي اقصده يا كابتن اسلام، انا كان نفسي اعمل منتخب من 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 7000 لاعب. مش بحيثك ما كنتش هذا، وده الصح. ايوه. ده اللي المفروض يبقى موجود عندنا في مصر يا كابتن اسلام. ما ينفعش 250,000 لاعب يتسجلوا، لا، ده احنا 100 مليون على الاقل، 8 مليون، 6 مليون، 7 مليون. من هنا تلاقي المنتخبات الصغيره كبيره وناضجه وتحقق بطولات وكتيره جدا، وتلاقي المواهب بتنقرض عشان احنا الاعداد عندنا قليله جدا. اعداد اللاعبين المسجلين يعني. طبعا. طبعا يا كابتن، ما ينفعش ب 100 مليون اسجل 250، رقم قليل جدا جدا، فعشان كده بلف. ما ينفعش اقعد في مصر وعندي دوري الجمهوريه اللي فيه 18 نادي اشوفه هو ده بس، لا. تابعت هنا وتابعت هنا وتابع هنا وكل يعني بحاول ان انا ارضي الله ثم ضميري، وربنا يكرمنا يا كابتن اسلام ويكون عند حسن الظن ان شاء الله تعالى. يعني حضرتك مسافر بكره لبطوله شمال افريقيا، بطوله قويه، وعايز برضو حضرتك تعرف الناس هو استعداد لايه يا كابتن خلال الفتره القادمه؟ هو احنا عندنا حضرتك مسافرين بكره ان شاء الله، عندنا بطوله شمال افريقيا دي فيها تونس، دي في تونس والمغرب والجزائر وبوركينا فاسو. ايوه. هلعب اربع مباريات يوم 23 و25 و27 و29، دي بطوله مهمه جدا وبطوله كويسه طبعا، هتفيدني مفيش كلام، بتدي خبرات للعيبه، انا يعني في مرحله الخبرات لاني ببتدي المنتخب بيطور وبعدين ابني، وبعدين الخبرات بقى الاساسيه الفنيه اللي هي ايجاب وسلب وحاجات كتيره جدا، شخصيه اللاعب يا كابتن بقى في الملعب بمشيئه الله تعالى. البطوله دي مهمه يا كابتن اسلام، هتفيدنا اكيد مفيش كلام. ايوه. لكن الملفت دلوقتي يا كابتن اسلام ان الحمد لله ان مدربي الانديه دلوقتي بيقولوا لا بعد اذنك يا كابتن ربيع احنا مش هنسيب اللعيبه بتاعتنا عشان محتاجينها. ده حاجه ساعدتني مع ان انا مسافر، عندي طبعا اثنين مهمين جدا. ام بي كابتن حلمي رفض ان يسيبهم لي. يعني انا قلت له عليهم كان بيدور، قلت له عندك ديفندر اسمه زياد محمد وعندك باك ليفت. طلع عادل، دول اللي هو فريق اول. انا كابتن، ففعلا جربهم الراجل متمسك بيهم، وبعد ما كان متفق معايا ان يبعتهم بعد 25 يعني حصل مش مشكله، وبرده عندي لعيب في المستقبل برده كابتن رمضان اتفق معايا ان انا ابعته بعد ماتشين عشان هو محتاجه، ده هداف الفريق، هداف فريق المستقبل اللي بيحاول يصعد، اللي هو محمود عبد المحسن. بعضينا المصلحه، مصلحه اللاعب، مصلحه النادي، مصلحه مصر طبعا فوق الجميع. فبطولة مهمة يا كابتن اسلام، اكيد هتعمل اضافة قوية جدا جدا في الخبرات للعيبة ان شاء الله. اول ارتباط رسمي امتى يا كابتن ربيع؟ اول ارتباط 5/2020 بمشيئة الله تعالى، تصفيات امم افريقيا. تصفيات امم افريقيا المؤهلة لكأس العالم. ماتش رايح جاي في حالة المكسب، برضه ماتش تاني رايح جاي، وبعدين امم افريقيا، وبعدين كأس عالم، وبعدين اولمبياد ان شاء الله تعالى باذن الله. ربنا يكرمك يا كابتن ربيع. بمناسبه الاولمبياد، عايز تقول ايه للاعيبه منتخبنا الاولمبي وكابتن شاوي غريب؟ اقول ان احنا كسبنا، لعيبه رجاله، كسبنا تيم كبير جدا ما شاء الله، نقدر نعمل منتخب كبير بفضل الله، في اكثر من
من 6-7 لعيبه معلش يعني دول مع الفريق الاول مرتاحين. ايوه قال شرفونا كابتن شاوي غريب مدرب كبير طبعا، اللعيبه لعيبه كبيره جدا في الملعب اسعدونا وفرحونا، وان شاء الله نبارك لهم باذن الله بالبطوله باذن الله الكبيره ان شاء الله. كابتن شوقي غريب، لو كابتن ربيع، لو الكابتن شوقي غريب عايز يضم ثلاثه من الكبار، لو حضرتك حابب تقول له ايه؟ الثلاثه من الكبار انا من وجهه نظري ان انا اعمل مثلث هجومي يا كابتن عشان اقدر اتفوق عليه بالبطوله الكبيره، لان الشخصيه الهجوميه لازم تفرز نفسها، احنا كمصريين بندافع اوكي، بس المدافعه مش هتوصلني، ممكن الهجوم يحقق لي، فبناء اعمل مثلث من وجهه نظري، مثلث كبير جدا مع الاولاد اللي موجودين، وجهه نظري محمد صلاح، وجهه نظري تريزيجيه ده مهم جدا، وجهه نظري ان لعيب كبير يبقى صانع العاب مهم جدا يقدر يصنع الفارق في الثلث الامامي. زي مين يا كابتن؟ والله يا كابتن انا كنت قلت صالح لو كان موجود وفي حالته وبيلعب. صالح جمعه لو في حالته موجود وبيلعب وفت. الكبير اعتقد من وجهه نظري انا عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. بحضرتك بتطالب محمد صلاح وتريزيجيه وصالح جمعه لو فت وبيلعب، اصل لسه 7-8 شهور فممكن جدا يبقى هناك تغيير. يا كابتن هيعمل لي الديفندر الثاني اللي هو بيهاجم اللي جنب اكرم توفيق. وصلاح هياخد جبهه بحياتك، وتريزيجيه موجود مثلث، او تريزيجيه يعمل المثلث الثالث، يعني اعتقد ان ثلاث اسماء كبار جدا جدا ممكن ان شاء الله باذن الله تعالى يصنعوا الفارق، لان احنا يا كابتن دفاعنا كويس، هنلعب مباراه كويس، ظاهري الجنب كويسين جدا جدا جدا، دول لعبوا فريق كبير بحياتك. ايوه قصدي ايه؟ المثلث الهجومي اللي انا اكمل بيه الشخصيه اللي تروح وتصنع الفارق بامر الله تعالى. كابتن ربيع شرفتنا ونورتنا، ومتشكر جدا لحضرتك وكل التوفيق ليك وفي رحلتك القادمه. زي ما قلت لحضراتكم الكابتن ربيع السيد المدير الفني لمنتخبنا الوطني للشباب مواليد